هذه المسحة، أنا على قلبي أني أختبر مسحة جديدة من عند الرب في اسم يسوع. يا رب أطلق المسحة، أطلق يا رب المطر المتأخر، أطلق المطر المبكر، أطلق يا رب المياه اللي تغمر أجسادنا يا رب العطشانة إلك. أطلق الآن يا رب حضورك بالمكان، أطلق اسمك بالمكان يا رب. كل إنسان رفع إيده أو قال آمين أو عمل أي حركة الآن هو بيسمعني يا رب، هاي اللحظة في اختراقات بالروح القدس، في يا رب النار اللي أتت على الجبل قدام موسى فتغير شكله، تجي هذه النار عليك وتسكن فيك بألسنة منقسمة من النار، تاخدك في عالم آخر، تاخدك في عالم النبوة، عالم الروح، تصعد فيك للسماويات الآن، تختبر العمق، تختبر الدخول إلى علاقة وشراكة بالروح القدس لم تختبرها بالسابق في اسم الرب يسوع. الآن يا رب أنا بصلي كل إنسان ذكرت عنه نبوءة، كل ذكرت عنه إعلان، أنت تمسح الدمعة من عين هذا الإنسان. لو أنت اليوم بكيتي بسبب أنك سمعتي كلام إلك أو خليتي إيدك على قلبك قلتي هذا الكلام، بدأ قلبك تزداد ضربات قلبك اليوم، أقول لك الرب أنا بخلي إيدي على كل احتياجاتك، أنا بخلي إيدي على كل مناطق الضعف، على كل الدوائر اللي قدر العدو أنه يسبب لك فيها إزعاج، كل مكان أزعجك فيه العدو، كل مكان دخل فيه العدو على حياتك حتى يغتصب نومك، يغتصب فرحك، يغتصب السلام، يغتصب العطية. ربي يقول لناس في المكان أنه العدو اغتصب البركة اللي إلك، وانت عارف أنك أنت مبارك، وانت عارف أنه أنت في وعد للبركة على حياتك، لكن البركة اغتصبت لأنه كان في أوقات أنت كنت بتشوف في صلاح الرب. يقول لك الرب اليوم لا تشوف في صلاحي البركة، حتى البركة اللي سرقت منك اليوم بدي أرجعها إلك سبعة أضعاف. اعلن ايمانك انه كل ما سرق مني من بركه، من صحه، من علاقه، من ارتباط، من زواج، من امور ماديه، كل ما اخذ على حياتي من قيود، مرض اوقفتني عن الحركه، ارجلي مش عارف مين اللي عنده مشاكل بالارجل، اقول لك الرب اليوم الركب المخلعه اللي عندك بدي اثبت ركبك المخلعه. رب يحكي لك هذه الكلمات وانت اقبلها بالروح القدس بالاعلان، خلي روح الله جواتك يحكي لك امين. كل ما تقول آمين أعرف أن روح الله جواتك هو اللي بيطلع منك صوت الآمين. فأقبل الكلمة، أقبل الكلمة المغروسة في قلبك بإيمان، استقبلها بفرح، استقبلها بفرح. لو أنت شعر نفسك تحت تأديب لأنك أخطأت، لأنك دخلت في قيود، لأنك دخلت في مجالات وسقطت في خطايا، قل لك الرب اليوم أنا مش جاي اليوم أكون ضدك، أنا جاي اليوم أكون معك، أنا مش واقف أتعامل معك بحسب خطاياك، أنا مش بكرهك لأنك أخطأت، أنا بحبك لكن أنا متضايق من خطيتك وبدك ترجع تتوب إلي الآن، وأنا بدي أمحي وأمسح كل الماضي من حياتك. أعلن إيمانك بدقائق، لو في خطيئة ماسكة فيك، لو أنت شاعر أنه في خطيئة، أي خطيئة من أي نوع كانت، كان خطيئة جنسية، إن كان كذب، إن كان مرارة، إن كان عندك خوف، إن كان عندك ضعف في دائرة من دوائر حياتك، تدخين، مخدرات، إن كنت شعر نفسك مظلوم بسبب تحديات من الآخرين عليك، اليوم تعال أعلن للرب أنا بتخلى من كل قلبي عن كل خطية، مش بس بتخلى لكني بتوب، لكني يا رب برجع علاقتي، بصحح طريقي، بتقدس في محضرك بدون قداسة لنرى الرب. تعال تقدس، قل له اغسلني بالدم وقدسني، تعال قل له امسحني بالزيت وطهرني. الزيت يخصصك للرب، أما الدم فينقيك وينظفك. أعلن الزيت والدم الآن على حياتك، وأعلن الكلمة الحية تشفيك. مكتوب أرسل كلمته فشفاهم، هذا إيمان، هذا كلمات إيمان، أعلنها بصوت مسموع، حتى لو أنت أغلقت المايك خليه مغلق، لكن بينك وبين الرب، الرب سامع صلاتك، شايف دموعك، الرب بده يحرك السماء لأجلك، بده يفتح السماء زي ما فتح السماء في يوم الخمسين وأطلق الروح القدس وانسكب على مكان، اليوم بده يعمل في حياتك يوم خمسين جديد. قل له يا رب اعطيني ألسنة منقسمة كأنها من نار، اطلب من الرب يعطيك ألسنة منقسمة كأنها من نار، اطلب الآن، اطلب، قل له يا رب حقق وعدك، وعد الرب إلك أن يوحنا عمد بالماء لكن أنت بدك تتعمد بالروح القدس والنار. اطلب النقاوة، اطلب أن الرب اليوم يرسل نار جديدة إلى قلبك، قل يا رب اشعل قلبي الفاتر، أنه مش عارف أدرس، مش عارف أقرأ الإنجيل، مش عارف أصلي، مش عارف أمسك سلطاني، أنا مخنوق، أنا مش قادر أجر نفسي بسبب الضربات والظروف اللي أنا بأجتاز فيها. قل له للرب هذا الكلام، قل له الرب بده يسمعك، ورب بده اليوم يجي مخصوص إلك،
مخصوص بده ياخذك من كل حلم اغتصاب، مخصوص بده ياخذك من كل طفولة مغتصبة، من كل ضيق مريتي فيه، من كل وجع دخلتي فيه، من كل خوف، من كل خوف فصل الخوف لغاية هذا المكان. يقول لك الرب لغاية هذا المكان اللي عندك الخوف فيه، أنا بدي أحول الخوف اللي فيك إلى قوة. مش رح يتوقعوا الناس كيف أنت رح تتغيري، لكن ستنالين قوة. الآن أحكي للرب أنا بدي قوة، سأنال قوة من الأعالي بالروح القدس الساكن فيا. يوم مختلف، أعلن للرب يوم مختلف. اليوم يوم أنت مش دخلت بالصدفة، لا تتخيل أنك هون بالزوم دخلت في هذا الوقت بالصدفة، لا، الرب دفشك، الرب دفعك حتى تدخل، حتى يحررك، حتى يشافيك، حتى يرد على أسئلتك، حتى ينقلك إلى علاقة وشراكة ومسحة مختلفة أعلى من اللي أنت فيه الآن. لو أنت اليوم ممسوح لمسحة معينة، قل له للرب أنا بدي المسحة تكون مضاعفة، أنا بدي يا رب مستوى عالي من الحضور، بدي مستوى عالي من الاختبارات، بدي مستوى عالي من المعجزات. لا تضعف وأنت بتسمعني، لا تخلي العدو يشوشك. العدو عم يحكي مع ناس بكلمات سلبية، بيقول لك طب وين المسحة، طب وين الحضور، ناس عم تسمع هذه الكلمات وأنا بتكلم. اغلق أذانك في وجه العدو الآن، قل له اخسكت ابكم، قل له ما عندك أي شغل عندي، قل له أنا وبيتي وحياتي وشغلي وصحتي للرب، أنا بعلن الزيت على كل دواخل ومخارج حياتي، أنا بعلن الزيت على كل ظروفي، أنا بعلن زيت الروح القدس الآن ينسكب من رأسي إلى غاية أرجلي، نفس الزيت اللي انسكب على هارون، نفس الزيت اللي انسكب على داود، نفس الزيت ينسكب عليك الآن بقوة سلطان اسم الرب يسوع. هللويا، لك المجد يا رب، لك المجد، لك المجد في اسم الرب يسوع. آمين 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 آمين. هللويا، مبارك اسم الرب. آمين آمين. هللويا هللويا. فعلا بدنا نتحد مع أخونا أثير ونرفع أختنا هيام بصلاة خاصة جدا لغاية ما الرب يحسم كل الوجع اللي موجود على جسدها بقوة سلطان اسم يسوع. نعمة خاصة ومسحة خاصة لك أخت هيام، أنه إحنا كلنا متفقين الآن بحسب متى 18، كل ما نربطه يكون مربوط، كل ما نحله يكون محلول في اسم يسوع. كل أمر أتى على جسدك من العدو الآن يكون كلا شيء أمامك، يختفي، حتى الآثار ما يترك أثر، يطلع من جسدك كامل باسم يسوع الناصري. آمين آمين آمين.